طيب خلينا نروح للخبر اللي بعده، ده من خلال حساب ليفربول على تويتر، واللي بيستعرضوا فيه ارقام محمد صلاح وافضل اهدافه من اول ما انضم للريدز قادما من روما. وقال لك صلاح لعب 203 مباراه لحد دلوقتي مع ليفربول، جاب كام جون؟ 125 جون ما شاء الله عليه، و43 اسيست. لا يصدق ما يقدمه الملك المصري محمد صلاح مع ليفربول. في الحقيقه صلاح ارقامه كلها كبيره جدا ومميزه مع ليفربول، وواضح كده لحد دلوقتي ان هو مستمر مع ليفربول في الموسم الجديد.